مباراة صعبة والتوقع بها، نعم الأرجحية للنادي الأهلي، ولكن في كرة القدم كل شيء ممكن. يعني هناك بعض الجزئيات ممكن أن تغير من النتائج وتخلي نقول تخالف التوقعات. أنا أعتقد أيه. باكر مباراة حتى على الأهلي ما راح تكون بالسهولة اللي صادفها الهلال أمام نادي الشرطة. يعني توقع هناك أرجحية للأهلي. نتيجة ما أتوقع نتيجة كبيرة، ولكن فريق الأهلي زين، فريق أفضل مو حقيقة، كبيرة مو وأعتقد كبيرة، راح بس الشرطة على يخسر ضوء يعني. قادم. لا إيه، لأنه أيضا قادم، لا ننسى أنه الفريق الأهلي قادم من دربي وخسارة جمهور، زين، طيني لذلك توقع مدرب كابتن، ذكر، مدرب ذكر كابتن طيني توقع ما شايفها لحد الآن. أنا حتى توقعك للمباراة هاي في صلب عمل المحللين التوقعات. انا اتوقع للاهلي، ولكن ليس هناك بالفارق اللي صار امام الهلال. زين ممكن زين 1-0، كابتن جبار، ممكن 1-0. نعم كابتن جبار توقعك. سعد علي، كون احنا يعني حقيقه اول ما اتمنى التوفيق لفريقنا الشرطه لانه هو يمثلنا ويمثل الكره العراقيه. كون لا نعم ننفتح مثل المباراه السابقه وناخذ نتيجه كبيره، اوكي اخسر، لكن تخسر بنتيجه يعني مرضيه وتقنعنا وحقيقه يعني شلون نقول، يعني نبحث عن الاداء الفني مقابل النتيجه مشكال، المهم فريقنا نعم يقدم اداء جيد، اوكي خلي يخسر 1-2 مشكال، بس لكنه يعني لا يصير به يعني مثل ما توقعك مباراه كابتن، الهلال. توقعك يعني انا هسه اقارن 55 مليون مقابل مليونين، شلون ما يعني؟ له علاقه كابتن، اعطيني توقع. يعني قد تكون النتيجه في صالح الاهلي، ايش قد؟ يعني قد تكون 1-2.